أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. مشجع أجنبي يعتقد أنه سنغالي يردد بطلاق النشيد الوطني المغربي ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالفيديو. 50 مليون يورو، عرض كبير من أجل التعاقد مع اللاعب المغربي إلياس خماشة، والأخير يرد بهذا القرار. الزلزولي يتخذ قراره النهائي ويوجه صفه لدوري روشنا السعودية. أريد أن أخدم منتخب بلادي. تصرف خطير من الاتحاد الإسباني قبل مباراة المنتخب الوطني المغربي، والرخ والجماهير المغربية تثور. تفاصيل مكالمة هاتفية بين جوزي مورينيو ونجم المنتخب الوطني المغربي لهذا السبب. هذا هو اللاعب الذي سيعوض بلال الخنوس في المنتخب الوطني الأولمبي في مباراة إسبانيا. صوت بكاء الإسبان وصل إلى مدينة طنجة. مباراة المغرب في الأولمبياد فرصة لنا للانتقام من هزيمة مونديال قطر. فوزي القجع يدخل على خط نفاد التذاكر في مباراة المنتخب إسبانيا ويحفز أسود الأطلس. العروض تنهال على سفيان رحيم. 3 أندية أوروبية كبرى تتدافع من أجل الظفر بخدماتها. تصريح قوي من ترامب بعد اكتساح المنتخب المغربي للمنتخب الأمريكي برباعية، ويسخر من المنتخب الجزائري. التفاصيل ستجدونها بدليل. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام من جديد، سعيد بلقياكم. احتفت صفحات ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الساعات الأخيرة بمشجع يعتقد أنه سنغالي الجنسية، كان حاضرا بمدرجات الملعب الذي احتضن الجمعة الماضي مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الأمريكية ضمن منافسات أولمبياد باريس. وظهر المشجع الأجنبي في مقطع مصور وهو يردد النشيد الوطني المغربي إلى جانب الآلاف من المشجعين المغاربة والذين حضروا مباراة ربع النهائي. عاش الملك. وكان المنتخب الأولمبي المغربي قد انتصر على نظيره الأمريكي 4-0، وتأهل إلى نصف نهائي الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخها. وافتتح سفيان رحيم النتيجة للمنتخب المغربي في الدقيقة 29 من ضربة جزاء ليرفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين. وأحرز إلياس خماشة الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي في الدقيقة 63 بعد عمل كبيرة من عبد الصمد الزلزولي، وأضاف أشرف حكيمي هدفا ثالثا في الدقيقة 70 بعد مجهود فردي انطلق من منتصف الملعب ليختتم البديل المهدي موهوب النتيجة في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء حصل عليه المهاجم إلياس خماشة. يرغب القادسي السعودي في ضم الجناح الدولي المغربي إلياس خماشة، مهاجم نادي فيلاريال الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري بعد تألقه الكبير في أولمبياد باريس 24. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن نادي القادسية بات مستعدا لدفع أكثر من 50 مليون يورو، وفي حال وافق اللاعب إلياس خماشة على الانتقال للنادي السعودي. من جهة أخرى فإن اللاعب إلياس خماشة يرفض الانتقال للعب في الدوريات
الخليجية، حيث سبق وأن رفض عرضا كبيرا من نادي شباب أهلي دبي الإماراتية مؤخرا، ويرغب في مواصلة مغامرته في الدوريات الأوروبية الكبرى. يعد عبد الصمد الزلزولي نجم منتخب المغرب ونادي ريال بيتيس الإسباني من بين نجوم كرة القدم المطلوبين بقوة في دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي. الزلزولي من بين لاعبي منتخب المغرب الأولمبي المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 24، ويعتمد عليها المدير الفني طارق السكيتيوي أساسيا. سجل نجم أسود الأطلس هدفا ولا أروع في شباك منتخب العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس. كما يعد نجم ريال بيتيس من اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم بشكل منتظم إلى المنتخب الأول مع المدير الفني وليد الركراكي. في سياق متصل قال موقع وين وين من مصدر خاص بها أن وكيل أعمال الزلزولي تلقى اتصالات من أحد أكبر الأندية في دوري روشن السعودية. وأشار المصدر إلى أن نجم ريال بيتيس من الأسماء التي يسعى نادي اتحاد جدة للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما قام الفريق السعودي بخطوة هامة في الموضوع. وأبرز المصدر المذكور أن الدولي المغربي أخبر وكيل أعماله بموقفه النهائي من الانتقال إلى دوري روشن السعودي هذا العام، حيث يفضل البقاء في أوروبا خلال الفترة الحالية. وقد أخبر مسؤولي اتحاد جدة بقرارها، مشيرا إلى أنه قد يفكر في الموضوع مستقبلا. ليبقى السؤال، لماذا دور روشن السعودي يريد تكسير العمود الفقري للمنتخب الوطني المغربي؟ أليس هناك لاعبين بالجزائر وتونس ومصر؟ هل هناك فقط اللاعبين المغاربة؟ وصل المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم مساء أمس السبت إلى مدينة مارسيليا جنوب فرنسا تأهبا لمواجهة المنتخب الإسباني في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 24. سافر المنتخب الوطني الأولمبي إلى مارسيليا في رحلة مباشرة من العاصمة باريس، وارتأى الناخب الوطني طارق السكيتيوي إراحة اللاعبين السبت قبل إجراء الحصة التدريبية الأخيرة اليوم. وسيجري رفاق أشرف اليوم الحصة التدريبية الأولى والأخيرة بعد التأهل إلى المربع الذهبي، حيث سيعمل سكيتيوي على وضع آخر الرتوشات على التشكيلة التي سيعتمد عليها أمام لاروخا من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي إن شاء الله. وارتباطا بالموضوع، وجدت الجماهير المغربية صعوبة بالغة في اقتناء التذاكير الخاصة بالمباراة بعد نفاذها من المنصة الرسمية المخصصة للبيع. وعلمنا من بعض الجماهير المغربية أن أعدادا كبيرة من المناصرين لم يجدوا التذاكر الخاصة باللقاء على المنصة الرسمية المخصصة للبيع بعد نفاذها خلال الفترة الماضية. كما تعرف الرحلات إلى مارسيليا خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من قبل الجماهير الراغبة في حضور اللقاء، سواء على متن الطائرات أو عبر القطارات والحافلات، بما ساهم في بعض الشيء في ارتفاع ثمن تذاكر الرحلة. هذا وتؤكد بعض المصادر أن الاتحاد الإسباني بخبت قام بشراء عدد كبير من التذاكر وتوزيعها على الإسبان، وذلك لمنع الجماهير المغربية من التوافد على الملعب بقوة ومساعدة المنتخب الوطني المغربي للعبور إلى النهائي. وينتظر أن تشهد مواجهة المنتخب المغربي والإسباني غدا حضورا جماهيريا كبيرا بملعب الفيلودروم بباريس، كما حدث في المباراة الأخيرة للعناصر الوطنية في أولمبياد باريس 24 ضد المنتخب الأمريكي. تبحث إدارة نادي فينيرباشا التركية التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالية خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أجل تقوية وتعزيز تشكيلة الفريق بشكل يخول له المنافسة بقوة على الألقاب الموسم الجديد.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن جوزي مورينيو مدرب الفريق اتصل هاتفيا بأم رابط ودعاه إلى فينيرباشا التركية، وزعم أن الدولي المغربي استجاب بشكل إيجابي لهذا العرض وقد يتم استكمال التعاقد معها خلال الأيام القليلة القادمة. وكشفت صحيفة تركيا التركية أن نادي فينيرباشا عرض على أم رابط عقدا مدته 4 مواسم يتقاضى خلالها 6 ملايين أورو كراتب سنوية. يواجه المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم غدا منتخب إسبانيا برسم دور نصف نهائي الألعاب الأولمبية باريس 24. من المقرر أن تعرف المواجهة غياب بلال الخنوس لاعب المنتخب الوطني الأولمبي بعد حصولها على بطاقة صفراء هي الثانية لها في دورة باريس. وسيكون طارق السكيتيوي مضطرا إلى البحث عن حل جديد في ظل غياب أحد نجوم المنتخب الأولمبي والذي كان أساسيا في مباريات الأشبال وبصم على مستويات مميزة. وكشف مصدر مطلع أن السكيتيوي يدرس مجموعة من الحلول لتعويض الخنوسة حيث يفاضل بين إشراك بن يمين بوشواري أو ياسين كشطة مكانها. وأضاف المصدر نفسه أن إلياس بن الصغير قد يكون حلا آخر لطريق السكيتيوي مع تغيير مكانها مع الثنائي إلياس خماش وعبد الصمد الزرزولي في دقائق المواجهة أمام إسبانيا. من المنتظر أن يحسم طارق السكيتيوي رسميا في اللعب الذي سيعوض بلال الخنوس خلال الساعات القليلة القادمة. تجدر الإشارة إلى أن جميع البطاقات الصفراء ستلغى في دور نصف النهائي، وبالتالي فمجموعة من لاعبي المنتخب الوطني ستسقط عنهم البطاقات التي تحصلوا عليها في الأدوار السابقة. عنوانة اليومية الرياضية الإسبانية موندو ديبورتيفو تقريرا حول مباراة المنتخبين المغربي والإسباني في نصف نهائي أولمبياد باريس بمباراة الانتقام من كأس العالم في قطر. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الأقدار شاءت أن يلتقي المنتخبين من جديد وذلك غدا 5 غش على أرضية ملعب مارسيليا. واعتبرت موندو ديبورتيفو أن مباراة نصف النهائي لن تتيح لمنتخب إسبانيا المنافسة على الميدالية الذهبية فقط، وإنما الانتقام من المغرب بعد الخسارة التي لن ينساها الإسبان في مونديال قطر. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المنتخب الأولمبي مدجج بالنجوم بقيادة مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وصدع الوصول إلى نصف النهائي عن جدارة واستحقاق. كما تطرقت موندو ديبورتيفو إلى اللاعبين بارزين في الدوري الإسباني مثل لاعب بيتيس الزلزولي عبد الصمد وإلياس خومشة. حرص فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التواجد داخل مقر المنتخب الأولمبي لتحفيز اللاعبين بعد بلوغ نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس. غاب القجع عن أول مباراتين للمنتخب الأولمبي لكنه عاد لحضور مباريات الأسود في الأولمبياد من أجل رفع معنويات اللاعبين. وبعد فوز المغرب 4-0 على الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضية في ربع النهائي نقل القجع تهنئته الخاصة إلى المدرب طارق السكيتيوي، كما قدم التهنئة إلى اللاعبين وفي مقدمتهم سفيان رحيمي إلياس خماشة أشرف حكيمي وحثهم على مواصلة التألق أمام إسبانيا في المربع الذهبي. ووعد فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصرف مكافأة إضافية للأسود حال الظفر بالميدالية الذهبية. ومن المنتظر حصول لاعبي على 75,000 دولار حال التتويج بالذهبية مقابل 55,000 للوصف و 45,000 دولار للمركز الثالث من جانب اللجنة الأولمبية المغربية. في الوقت نفسه طالبت الجماهير المغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتدخل سريعا لتوفير تذاكر حضور لقاء المنتخب الإسباني والمغربي، وذلك بعد الأنباء عن قيام الاتحاد الإسباني بشراء مجموعة كبيرة من التذاكر وتوزيعها على الإسبان.
كشفت صحيفة ليكيبا الفرنسية عن اهتمام 3 أندية أوروبية بخدمات اللاعب الدولي المغربي سفيان رحيمي، والذي تألق رفقة المنتخب الوطني المغربي في منافسات الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بباريس. ويتعلق الأمر حسب الصحيفة الفرنسية بنادي ليون الفرنسية وفيلاريال الإسباني وشتوتغارت الألمانية، والتي ترغب في ضم سفيان رحيمي هداف أولمبياد باريس برصيد 5 أهداف إلى حدود الآن، والذي لم يتبقى في عقده سوى سنة واحدة مع نادي العين الإماراتية. هذا وقد ساهم تألق سفيان رحيمي مع أشبال الأطلس في جذب اهتمام هذه الأندية الأوروبية العملاقة لدفر بخدمته خلال الميركاتو الصيفي الحالي. يذكر أن رحيمي الذي يبلغ من العمر 28 سنة كان قد توج مع فريق العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا 24 ولقب الدوري الإماراتي وكأس رابطة المحترفين 22، كما تبلغ قيمته السوقية حسب آخر تحديث لموقع ترانسفير ماركت ما يناهي 8 ملايين يورو. حسب موقع الصباح أكادير والذي سأضع لكم الصور أمامكم، أثر الفوز الساحق للمنتخب الأولمبي المغربي على نظيره الأمريكي 4-0 في أولمبياد باريس 24 ردود فعل واسعة في الأوساط الأمريكية. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دخل على الخط وأدلى بتصريحات نقلتها قناة NBC نيوز الأمريكية وفق الصباح أكادير، وقال هنيئا للمنتخب المغربي فقد تأهل عن جدارة واستحقاق إلى نصف نهائي هذه البطولة. وتابع ترامب قائلا: كنت متأكدا من أن المنتخب المغربي لن يخسر هذه المباراة، ووراءه شعب عظيم متعطش لكرة القدم ومتعطش للألقاب والإنجازات، أما نحن لا نعطي أهمية كبيرة للعبة كرة القدم. وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: المغاربة أصبحوا مدرسة كبيرة في كرة القدم، وأصبحوا يلعبون بطريقة وأسلوب الخاصة، وذلك مثل البرازيل والأرجنتين وإسبانيا، وهذا ليس غريبا على المغاربة الذين وصلوا سابقا إلى المربع الذهبي في كأس العالم قطر 2022 كأول فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. وسأله فرنسي جزائري من أصول جزائرية وقال لها: ما رأيك في المنتخب الجزائري؟ وكان جواب دونالد ترامب: بالنسبة للمنتخب الجزائري أنا لم أسمع عنه كثيرا وعن هذا المنتخب لأنه لم يشارك كثيرا في المحافل العالمية، وبالتالي لا يمكنني أن أعطي تقييما عن هذا المنتخب الغير معروف للجماهير العالمية المتتبعة لشؤون كرة القدم، حسب موقع الصباح أكادير، والذي سأضع لكم كذلك الصورة من جديد حتى تتأكدوا من هذا الخبر والذي يبدو للوهلة الأولى غير حقيقية. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب بكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.